أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟ نعم، أولا ينصح، أول شيء ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل يبلغ عنه ولاة الأمر للأخذ على يده لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته ويأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل، لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: ابني يلح علي كثيرا بأن أسمح له بالجهاد ليناصر إخوانه، وأنا غير راضية ولست موافقة، لأني لا أعلم عن حقيقة هذا الجهاد، وأخشى أن يعود علينا بأفكار التكفير والتفجير، فهل أنا آثمة على منعه من الذهاب إلى هناك؟ أنت مأجورة على منعه، لأنه يعرض نفسه لخطر ما يدري وش، وأيضا خطر في العقيدة وخطر في الموت وخطر، والنتيجة ما هي؟ يا أخوان، الجهاد له ضوابط وله أحكام لا بد من توفرها. إذا أن ولي الأمر أمر بالجهاد فإن الناس يتقدمون، أو فتح باب للتطوع يتقدمون. الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو الذي يرسل المجاهدين ويراقبهم يتابعهم، بس كل يروح ويقول أنا بجاهد ولا يدري وين يروح. وقد يأتي يرجع إلينا كما ذكرت السائلة، يرجع إلينا متنكرا يكفرنا ويقتلنا ويحمل السلاح علينا ويسمي هذا الجهاد. يسأل أحسن الله إليكم عن ما يستطيع أن يقدمه لإخوانه في سوريا وفي الشام، وهل يجب الجهاد في مثل هذا الزمان أم لا؟ الجهاد يجب إذا دعا إليه ولي الأمر، إذا دعا إليه ولي أمر المسلمين وشكل جنودا للجهاد، فإنه حينئذ يجب على من عنده الاستطاعة واستنفره الإمام أن ينفر. إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لا بد أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر المسلم، أما الأفراد وكل يأخذ السيف والسلاح هذا ما ينتج شيء، هذا ينتج سفك دماء ولا ينتج اجتماع كلمة ولا ينتج شيئا، هذا شيء مجرب وواقع. واجبنا الدعاء لإخواننا المسلمين، الدعاء لهم بالنصر، الدعاء لهم بالتوفيق، الدعاء على من ظلمهم. نعم.